تعال شبعك حب أشبعك دلال. خدعنا البعض بهذه ليس كأغنية لعاشق، إنما خدعنا بالسياسة والأمن والاقتصاد فسرق العراق. خدعونا تماما كقصة ليلى والذئب، خدعونا ونحن صغارا بخداع الذئب فكبرنا على خداع. لكن اليوم بتوقيت الحضارة السومرية بدأ العراق وبدأت الحضارة، ثم ولدت في البدايات قصص العلوم والاختراعات والبطولات. لكن وأنت ترتدي ساعة الإنجاز من عبق التاريخ الذي جئت منه اليوم، تسأل نفسك بعد حين من الزمن أنك وصلت إلى زمن تستذكر فيه ما مضى، والجامعات العريقة التي خرجت أجيالا لكافة أرجاء الكوكب. تقف اليوم مفتخرا بماضيك، حزينا على حاضرك، متفائلا بمستقبلك. أوقف ساعتي معكم في دقائق معدودة، أتوقف على جديد كان يريده السياسي والاقتصادي ورجل الدين والعامل والكبير والصغير، لكن بحلة جديدة. لا ننظر إلى مذهب أو دين، وإلى لون أو سر دفين، ولنجعل اسم العراق مذهبا لكل العراقيين. أهلا بكم في العراق وقصص أخرى. أخبرونا ونحن في الصغر أن ليلى المسكينة ضحك عليها الذئب وخدعها. كنا ننام على جريمة الخداع ونصحو في يوم جديد، ثم في الليلة التالية ننام ونسمع ذات القصة، إلى أن كبرنا 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 على قصة خداع، وكأن الخداع مرتبط فينا منذ الصغر، حتى صار الخداع يسرق منا الحياة ويسرق منا الوطن. ليلى والذئب، ليلى المسكينة، سأحكي لكم من هي. لكن الذئب هو الذي جاء ربما من النرويج أو من غير مكان. الذئب الذي تروى قصته في الصين غير ذلك الذي في العراق. فذئبنا قتل ليلى، وليلى عراقية لم تكن مريضة فحسب، بل ماتت من الظلم وشريعة الغاب. والذئب الخادع، الراوي أيضا باع ملايين النسخ ولم يترك لنا حلا للخداع. بتنا ننام على استذكار ليلى والخوف من الذئب. ليلى الفقيرة الصابرة التي تموت كل يوم 1000 مرة هي العراقية التي تعيش وتنجب وتربي، ثم يذهب أبناؤها ضحية موت وقتل ومذهبية أو طائفية، وكل هذا بوجود الذئب الذي تسوقه دول لسرقة العراق. كل هذا لأن بعضا من أهل ليلى تعاقدوا مع قطيع من الذئاب. القصة تحاكي العراق. العدل أساس الحكم، ينهي الظلم ويمنح الحق للعباد ويحمي البلاد. وأنت تحتاج أيها العراقي اليوم إلى شرب ماء العدل والنوم على وسادة النزاهة، سيما أنك تقترب من موعد الانتخاب.